على الهاتف الأستاذة الكبيرة والكاتبة الصحفية فريدة الشباشي، عضو مجلس النواب وإحدى المكرمات اليوم. مساء الخير يا أستاذة فريدة. مساء الفل يا أستاذ محمد، ألف شكر. ألف مبروك على تكريم تستحقينه تماما. تسلم يا رب. تسلم. والله والله يا أستاذتنا، يعني أنا سعيد جدا بهذا التكريم. ربنا يخليك يا أستاذ محمد، بس عايز أقول لك إن أنا يعني سعادتي النهاردة يمكن قليل في حياتي لما مريت يوم زي النهاردة، ويمكن ده اليوم الوحيد حتى في حياتي، لأنه لما تبقى قيادة بمستوى الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمستوى حبه لمصر وبمستوى اللي عملهن وبمستوى إنه هو أنقذ بلدنا، لما يكرمني ده تكريم طعمه حاجة تانية خالص، غير أي حد تاني، غير أي تكريم من أي نوع، غير حتى لو كنت كسبت 1,000,000 جنيه النهاردة ولا 1,000,000 دولار، حق مش ده، مش قد سعادتي وأنا بكلمه والله العظيم. قلت له إيه لما طلعتي كده؟ كنت بتقولي له إيه؟ لا ده السر. لا 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 قولي لي بس. طب بجد أنا عايز أقول حاجة. حضرتك طول عمرك أستاذتنا الكبيرة اللي بتدافع عن حقوق المرأة وعن حقوق الناس وعن حقوق المجتمع وعن حق الفقير وحق الناس اللي تحت خط الفقر، انت شايفة النهاردة مصر عاملة ازاي؟ يعني انت طول عمرك احنا بنسميك جبهة المعارضة المدفعية التقيلة. ايوة، وانت فاكر يمكن ان انا عمري ما تراجعت عن ان انا اقول رأيي عمرك مهما كان مين الحاكم. يعني صحيح، اللي انا عايز اقوله ان هذا الرجل يعني انا بلاقي انه مفيش يعني حد ممكن يحب مصر اكتر منه، وحبه لمصر ده هو السبب الرئيسي او العامل الرئيسي في حب الملايين له، وانا من الملايين اللي بتحبه واللي مشيت وراه. ما تنساش ان هو لما شاورنا عليه، قلوبنا شاورت عليه حتى قبل ما نعرف اسمه، كنا ما بين 35 و40 مليون مصري في ميدان التحرير. مين اللي طلع دول؟ اللي طلع دول المرأة المصرية اللي ربتهم على حب الوطن مش على احتقاره وعلى اعتباره حفنة من اضطراب العفن وكل القرف اللي سمعناه. وتكريمه للمرأة برضو مضاد للفكر الظلامي المتخلف اللي كان بيقول المرأة عورة. طبعا الرئيس السيسي أعظم حاجة فيه في رأيي أنا إنه يعني عارف كل ركن في مصر، عارف كل فئة في مصر، عارف كيف تستعيد مصر بجهوده مكانها ومكانتها، لأنه مصر اتبهدلت في الفترة اللي فاتت. ده صحيح. طب احكي لي احكي لي بعد إذنك، بس الأمهات حواليكي وأنت قاعدة معاهم كانوا بيقولوا إيه أثناء كلمة الرئيس؟ يعني اديني شوية الكواليس، لأن كانوا بيقطعوه. لا بس كان في كتير منهم دموعهم بتسيل، يعني بيبكوا، لأنه هو كلامه صادق وبيوصل القلب على طول وبيوصل الوجدان. ليه؟ لأن الناس بتحس بالصدق. على فكرة ما انت فاكر ان احنا الناس اللي كانوا كذابين حسينا انهم كذابين على طول، مش كده؟ طبعا. فالفكرة ان هو فعلا رئيس، يعني شوف حتى تعامله مع زي ما انت اشرت في الاول ان هو قال انا مواطن زيكم. يعني ايه ده؟ ايه العظمة دي؟ ايه الراجل ده اللي شوف هو يعني النهاردة كان بيتعامل مع السيدات المحتاجة، يعني اللي عندها مشكلة في المشي ولا حاجة، كان بيزق لهم الكرسي وكان بيبوس ايديها للست الكبيرة او اللي كانت. يعني ده راجل الحقيقة، يعني انا بعتبره زي ما قلت كتير قبل كده ان ده هدية لمصر، ربنا بعت لنا هدية اسمها عبد الفتاح السيسي. فأنا لما ده يكرمني يبقى ده تكريم من نوع خالص، يعني نوع بقى مذاق تاني خالص. طبعا يعني اغلى من اي حاجة في الدنيا. طب كويس جدا. قولي لي بقى، انت شفتي النهارده الكلمه ازاي؟ ايه اهم الرسائل اللي انت، انا عارف ان انت اكيد كنت قاعده في القاعه مش مركزه قوي في الكلمه على قد الحاله بشكلها العام، بس انا عارفك يا استاذتنا، انا عارفك قوي. انت شايفه ايه الرسائل اللي شدتك؟ ايه الرسائل اللي خليتك يعني تقفي قدام الكلمه وتقولي الله ده قال الكلام ده؟ ده الكلام ده كان لازم يقوله، ده احنا كنا مستنيين يقول كده.
بالظبط. انا ال 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 الحاجه الجميله فيه النهارده واللي اثرت فيا جدا، وافتكر انها اثرت في ستات كتير جدا كانوا قاعدين معايا برضو، هو انه بيسمي الاشياء باسمائها، يعني بمسمياتها. يعني مثلا بيتكلم عن التحرش، كان وقال ان هو ضد ده وان هو لازم يتعاقب. العنف ضد المراه على فكره دي مصيبه، يعني كل ده يعني بتحس ان هو يعني المشاكل ما هوش مش حاجه نظريه، يعني حاجه هو متابعها وبيحاول يطهر مصر من الادران اللي لحقت بيها في الفترات بتاعه الناس اللي قال لك المراه عوره والمراه مش عارف تقعد في البيت والمراه تعمل ايه والمراه، يعني كانه ما فيش حاجه في الدنيا شغلاهم غير المراه، وبشكل مقرف يعني الحقيقه. يعني معلش يعني ما كانش حتى يعني ما فيش، انا دايما اقول ما فيش عظيم في العالم كان يمكن ان يكون له وجود لو لم تلده امراه، يعني ما فيش. يعني دول ازاي يعني احنا النهارده الرئيس السيسي حاسس بدور المراه، حاسس ازاي هي عملت مجهود، حاسس ازاي هي واقفه معاه، ازاي تحملت صعاب، كل ده يعني عبر عنه النهارده بالحمايه، بانه ضد الختان، ضد التحرش، ضد العنف ضد المراه. دي حاجات جميله. وانا بقى في حاجه بحبها قوي في الرئيس السيسي، انه لما بيقول على حاجه بتتعامل، بيتابعها، بيتابع، يعني مش بيقولوا يروح يعني طب. لا حلوه كحته بيقول ويروح دي، ياما عشناها بالظبط كده. ياما عشناها. ايوه تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا. وبهنيكي مره تانية، ببوس راسك حبيبتنا كلنا الاستاذه الكبيره والكاتبه الصحفيه فريده الشباشي، عضو مجلس النواب.